يا أستا جابر، شد حيلك عشان إيديك يا أستاذ جلال. أستاذ ده إيه يا أستا فتوح؟ أنا اسمي لطة جلال. ربنا يحميك لصنعتك يا أبو إيدين تتلف في حرير. عشت يا أستا سبع، وربنا وتفرق أنت هتبرى أيوة حاجة. أنت عارف يا أستا بيستم ليه برا متقدمين؟ أمي بتقولي عشان ما بياكلوش كتير. عشان بيفكروا في كل حاجة مهما كانت صغيرة، فاهم؟ اه. انا عاوزك تتعلم، وانا قدك كده كنت اسأل الأسطى بتاعي عن كل حاجة لغاية ما فهمت، فاهم؟ اه. طب قولي بقى برا ليه متقدمين؟ عشان ما بياكلوش كتير. كله تمام يا أستاذ جلال، الباسبور والفيزا ومراقبة الناس. عفارم عليك، مش ناقص غير تذكرة الطيارة وهحجزها لك بعد الظهر. انت ولد همام، تربية ايديك يا اخويا. تعالى بقى قفل لي حساب الاسبوع ده عشان نطلع الزمامات لاصحابها قبل ما اسافر. انا هعمل كل حاجه، بس انت جاهز نفسك للسفر، مفيش وقت. معلش يا حضرة المحاسب، ريحني، انا ما اقدرش اسافر وعلي حاجه لحد. امرك يا اخويا. الو، ايوه موجود يا فندم. كلم يا بيه. مين؟ صوتنا وعمي. هتكلم من جوه. هيتكلم من جوه. بس عليك. نسيت الصوت يا وحش. انا جينا. لا، انا زعلانه منك عشان ما بتسالش عليا. ابدا، شويه مشاكل. انت كمان. وهو كذلك. طيب طيب، مع السلامه. دي بقى يا سيدي؟ دي واحدة. واحدة من اياهم؟ يعني اهو الواحد بيتسلف وقت الفراغ. يا دبور، انا لازم اشوف لك عروسة بسرعة واجوزك. مش لما تعملها انت الاول يا اخويا. انت مالكش دعوة بيا، انا خلاص يلا حط الختام، وان شاء الله اول ما ارجع من السفر نفكر في الموضوع ده جد. ولا رأيك ايه؟ موافق، بشرط نعملها احدى الاثنين في يوم واحد. يا اخي انت مالك ومال؟ انا متجوز صنعتي. انا مش فاهم ليه انت رافض الموضوع. انا مش رافض يا شيخ، الجواز استقرار وحصانه وحاجه حلوه قوي، بس انا عمري ضاع في الشقه.
انما انت شباب وعلم ومستقبل، لازم تعيش حياتك. السلام عليكم. عليكم السلام. ابن حلال، كنت لسه هتصل بيك في المحل. يعني يا استاذ شريف، قلت هتفوت عليا في المحل ونشوف لحسابات الضرايب. ولا سالت. معلش يا علوة، انشغلت شويه في موضوع سفر اخويا. ونويت انت يا استاذ جلال؟ بعد بكره ان شاء الله اكون في المانيا. هي اداره المعرض بعتت لك رد على جواباتك؟ رد وكتالوجات. فرق بيرحبوا قوي بالزياره. ربنا يوفقك يا جلال. ويوفقنا جميعا. خد اتفرج على دي كمان وقول لي رايك. الله ينور عليك يا استاذ جلال، عليا النعمه ده احسن من بتاع بره. كلام ايه ده يا ملك الاكسسوار؟ انا بكلمك جد. اعمل لنا شويه نعرضهم في المحل ونكتب عليهم ميدين جيرماني ونبيع على انها بتاعت بره. لا يا علي، لا انا ما احبش كده. ادي يا سيدي تشوف الزمامات عشان تسافر وانت مطمن، جاهزه لحد النهارده. عفارم عليك يا حضره المدير المالي والاداري. استاذن انا بقى علشان الحق احجز لك التذكره ونتقابل في البيت بالليل. ناوي تتاخر؟ يمكن، في واحد صاحبي عازمني على العشاء. صاحبك؟ اسمع شيف، اسمع، ما تاكلش كتير لحسن تحصل لك تخمه. بقول ايه؟ ما تيجي تساعدني. امشي خربوش. حلوه صحيح، انت تعرفها؟ ده قصدي البيست. اسمع علي، انا عاوزك تبقى تشقر على شريف في غيابي، يمكن يحتاج لرايك في حاجه. انت برضه زي اخوك كبير، ودي اول مره بغيب فيها عنه. اتكل انت على الله وطمن، شريف جدع وواعي. ده تربيتك يا راجل. الله يخليك. الله، ما تشربي؟ لا مش هشرب. عشان خاطري. تعرف اني ما كنتش هتصل بيك خالص؟ ليه بس؟ لانك وحش، ما بتسالش عني الا اذا كنت اكلمك. طب تصدق بايه انك وحشاني؟ وحشاني ووحشاني. كذاب. طب ان شاء الله اتصل لو كنت بجد. يبقى مصدقاك. طب اشرب. لا مفيش. امال وشك اتغير كده ليه؟ اللي اتأدب. في ايه؟ الراجل اللي قاعد هناك ده كل شويه يبص لي ويغمز لي بعينيه، وقح. راح فين يا شريف؟ احفظ ادبك لهزاك. ايه يا استاذ؟ اسال صاحبك قليل الادب. طب قوم من هنا. الانسان ده لا مؤاخذة يا فندم، دول شوية عيال. ايه اتفضل انت يا كلب. يا كلب. انا اسفة جدا يا شريف، كل ده بسببي. لا ابدا، انت ذنبك ايه؟ يلا بينا. يلا بتدور على ايه؟ الراجل الشاب اللي وقف جنبي راح فين؟ اهو. انا متشكر قوي يا اخ. يا سيدي لا شكر على واجب، احنا جايين هنا عشان ننبسط، واللي مش قد الشرب ما يشربش. دول باين عليهم شويه صيا، عمرهم ما دخلوا محلات محترمه. فعلا احب اقدم لك نفسي، انا شريف ابو المجد مدير مصنع خراطه. اهلا وسهلا. حسين عزام مقاول. اهلا. اكون شاكر لو قبلت دعوتي يا حسين. لا ده واجب علينا. هات واحد وسكي للبيت. لا 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 معلش، اصل المدام قاعده لوحدها،
ممكن تتفضل معانا؟ أرجوك. أمرك. جينا، أقدم لك حسين بيه عزام. أنشنتي مدام. أنشنتي. مدام جينا، صديقتي. اتفضل يا حسين بيه. لا 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 لا، اتفضل هنا. أنا مش عارف أشكرك إزاي. على إيه يا مدام؟ ده إحنا كلنا إخوات وجايين هنا عشان ننبسط. سيجارة؟ ميرسي. وعلى كل حصل خير. خير؟ طبعًا. مش اتعرفنا بشخصية لطيفة؟ ميرسي. بس اسمحوا لي أقوم بعد الكاس ده عشان تاخدوا راحتكم. بالعكس، إحنا سعداء جدًا بوجودك. مش كده يا جينا؟ طبعًا. في صحتكم. في صحة الصداقة الجديدة. ترجع لنا بالسلامة يا فجلان. متشكر يا علي. مع ألف سلامة يا أخويا. خد بالك من الشغل كويس يا شريف. أنت دلوقتي بدالي في كل حاجة. اطمن يا أخويا، تروح وترجع ليها بالسلامة. اسمع يا شاطر، مش دي ورشة شريف ابو المجد؟ ايوه. هو موجود؟ ايوه، اتفضل في المكتب على من ده. طيب اديله ده. الحاج بتولي بيشتكي من الطلبية اللي فاتت، يقول انها ما خدتش كويس حقها في التجليخ يا اسطى فتوح. وحياة ربنا المعبود، الحاج متولي ده مهياط، تلاقيه بيقول كده بس عشان ناخد خاص. ملناش دعوة، انا مش عاوز حد يشتكي من الشغل ابدا يا رجال. انا عاوز اخويا يرجع لها الشغل زي الساعة. يا استاذ شريف، واحنا عايزين توصية دي ورشتنا. طبعا يا استاذ شريف. في ايه يا بس؟ في واحد عايز. هو فين؟ في المكتب. اهلا اهلا اهلا، ايه المفاجأة السعيدة دي يا حسين بيه؟ لقيتك ما سألتش، قلت اسأل انا؟ والله مشغول، اتفضل. اصل اخويا سافر والشغل كله على دماغي دلوقتي. اهلا. شوف يا سيدي، انا جاي لك عشان حاجتين. تحت امرك. اولا علشان اشوفك. اهلا وسهلا. ثانيا عشان اعقد معاك صفقة عمل. ده يشرفني. انا واخد مقاولة انشاء كوبري في افريقيا. عظيم. ويلزمني 50,000 مسمار، نص بوصة على وز بصامولة. بس كل اللي ارجوه السرعة، علشان لازم اشحن الخامات قبل البدء في المشروع. وانا تحت امرك. انا جبت لك معايا عينة. ولا يا باسم. اتفضل. ايوه استاذ شريف. اجري هات اتنين شاي. لا 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 لا، بلاش يا ابني، مش حاضر، عندي شغل كتير ولازم ألحق البنوك ومراقبة النقد وده أنا في دوامة. ربنا معاك. طب أشوفك بعد الظهر في المكتب عندي عشان نخلص كل حاجة. أيوة بس أقعد شوية. بالليل، بالليل نسهر سوا. أنت تجيب القطوطة بتاعتك وأنا أجيب القطوطة بتاعتي ونهيأ شوية. وهو كذلك. روفار. مع السلامة. مطلوب مننا 50,000 مسمار زي ده، ممكن؟ بسيطة، بس عاوزهم بأسرع ما يمكن. طالبهم مقاول كبير كل شغله في الخارج، عاوزين نكسبه. واجب يا أستاذ شريف. في حاجة تانية؟ اعمل لي المعايزة بتاعتهم حالا، وشوف يلزمك حديد بقد إيه. حاضر. وريني يا أستاذ سمكة. خد. طب ربنا بقى، انا بكلمك جد. عاوز تتجوزني كده مرة واحدة؟ ليه؟ مرة واحدة ازاي؟ على طول بقى والخطة الشريفة. طب وحريمات؟ سيبك بقى من السيرة الغامة دي. انا بقى هكتب لك المصمت باسمك. قلت ايه؟ افكر. اه لو تعرف انا بحبك قد ايه. بتحب فيا ايه؟ كلك. يعني مش هيجي يوم تزهق مني؟ فشر، ده انا احطك في عناي و
ولا انا بقى يعني مش قد المقام؟ العفو يا معلم عطوه، ده انت سيب الكل. بس انت فاجئتني بطلبك ده. انت قوليلي بقى، انت بتحبي حد تاني ولا ايه؟ ابدا. يبقى اتفقنا. طب اديني فرصه افكر. مفيش وقت، اصلا انا بحب الحلال. ومش حرام تعمل كده؟ طب قوليلي بقى وهبتك نفسي. طول بالك امال، مش كده. الشريف ابو المجد. خليه يتفضل. مساء الخير. اهلا 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 شريف بيه، اتفضل. ما تسيبك بقى من حكايه بيه دي وخليها احمدي. خلاص يا زين، نخليها شنشر. ها، عملت لنا المايسه وجاهز للتنفيذ، وانا جاهز للدفع. ادي شيك ب 500 جنيه تحت الحساب. يا سيدي خلي دلوقتي. لا 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 لا، الشغل شغل يا حبيبي، اتفضل. ماشي كلامك. تسمح لي امدي لك وصل؟ ماشي كلام، الوصل جاهز. تعجبني. هي حسبتنا هتتكلف كام؟ المسمار 20 قرش. ده سعر مخصوص. انا مش هنقشك في السعر. اهم حاجه عندي الوقت. الوقت ده بفلوس. تعرف انك داخل دماغي ومخايش فيه على الاخر. الو؟ ايوه انا، مين؟ اهلا اهلا اهلا. خير؟ ايه الكلام ده؟ وصلت امتى؟ ده انا كنت عامل حسابي انها هتوصل بعد 10 ايام. على كل حال زي بعض، وانا جاي اعينها الليله. لا 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 لا، ازاي؟ انا هتصرف. مع السلامه. بقول ايه؟ اوعى تخليه يتصرف فيها قبل ما اجي. كويس. مشكلة؟ خير؟ لا أبدا مفيش، بس يمكن مش هقدر أسهر معك الليلة يا شريف. بسيطة، الشغل أهم طبعا. اسمع يا شريف، أنا عايز منك خدمة. تحت أمرك. ما تعرفليش حد يكون موثوق فيه جدا، يلفن في قطع الغيار وإكسسوار العربيات؟ يا سلام، بس كده الوكالة مليانة. بقول لك يكون موثوق فيه جدا. موجود، بس ايه الحكاية؟ بصراحة أنا قدامي صفقة قطع غيار متهربة، وعشان أشتريها لازم واحد موثوق فيه يتمنها لي، لأني ما أفهمش في الشغلانة دي أبدا. متهربة؟ هو أنت بتشتغل في تهريب؟ لا 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 يا راجل، فلا الله ولا فالك. التهريب ده له ناس مخصوصة، ودي مش شغلتي وما أحبهاش أبدا. أمال إيه؟ أنا بستثمر رأس مالي بأسلوب علمي. صفقة مضمونة بنقطها ببيعها على الطاير. بس ده موضوع خطير. لا لا خطير ولا حاجة، الخطر في التهريب نفسه، وده مالناش دعوة بيه. وناوي تعمل ايه؟ أهم حاجة إني ألاقي الشخص اللي يتمن لي البضاعة. أنا أقدر أتمنها. ها؟ أنت بتتكلم بجد يا شريف؟ وأقدر أوزعها لك كمان. طب إذا كان كده أنا مستعد أديلك 1000 جنيه. ودول بقى يبقوا كام في المية؟ لا ناصح يا غالي. على كل حال يا شريف، انا هدي لك 10%. شوف يا حسين، انت قلت شغل شغل. تمام. لو تحب اساعدك اخد 20%. تعجبني. يلا بينا. الرئيس كزمزم. مين عايزه؟ قولي له الهلب. ومين اللي معاك؟ ده صديق. اتفضل. هو مش موجود ولا ايه؟ طلبك موجود. اتفضل.
علينا البضاعة. كفاية كده. طيب يا ستي شكرا. ألف. انت متأكد؟ ولحد لاقي الحاجات دي في السوق انا مسؤول عن تصريفها. طب كتب. ماشي 25 ألف. كتير غيرك يا شيخ. 20 يبقى معقول. بلاش سمع، احنا لولا عاوزين نقلب ونخلص ما كناش حملنا بأقل من 40. اتفقنا. التحميل بكرة في نص الليل. بكرة مش جاهز. غيرك جاهز. اديني فرصة اسبوع. يومين عشان خاطر الهلم. مع السلامة. وبعدين؟ أنا ما كنتش عارف إنها غالية للدرجة دي. غالية إيه يا راجل؟ دي تعتبر برخص التراب. سيبك، صفقات كتير. يعني صرفت نظر؟ أعمل إيه؟ مبلغ كبير ومفيش فرصة أحول فلوس من بره واللي تحت إيدي ما يكفيش. بس دي خسارة. عندك حل يا حضرة مدير الأعمال؟ أنا؟ لا. خلاص. أنت عينت البضاعة بنفسك؟ شفتها بعناية دول، دي خبطة العمر يا علوة. أيوة بس افرض إن أخوك اتفق على المكان بره وبعت لك بكرة وقال لك حول لي فلوس. يا سيدي لما حولهم له بعد 3 أو 4 أيام مش حكاية. دي فيها مكسب 150% يا عالم ومضمونة. يعني انت شايف ايه؟ شايف الناس حب المبلغ من البنك بالتوكيل اللي معايا ورجعه بعد اسبوع زايد 150%. طب ما هو يرجع يقول لك ان دي فلوس حرام وهيزعل منك. ما انت عارفه حنبلي. ساعتها بقسمهم انا وانت. والله دي حاجة تحير. ايه قلت ايه؟ والله يا شريف انا مش عارف اقول لك ايه. قول لي اتكل على الله، انا راجل بستثمر راس المال باسلوب علمي. خلاص Thank you.
مش جعانة وانا خلاص حيث انكم شبعانين واحنا جعانين يبقى ناكلكوا. انت تاكل قطي وانا اكل قطك. كده نبقى بنستثمر راس المال باسلوب علمي. حلاوتك. عليكي واحد. افتح هنا وهنا. موجودين الليلة الساعة 10 في الكباريه. النهاردة الدور على المعلم عطوة ملك الجزارة. وده سمين قوي. مش عايز حد يتأخر. اتفضلوا. اللي بعده. على ودنه كده؟ مفيش وقت. على ايه؟ عايزين نتجوز ونسافر اوروبا. امتى؟ لما يكملوا ال100,000. قبل كده كانوا لما يكملوا ال50 ودلوقتي ال100 وبكرة ال150 وبعد ال200. لا انا ما اقدرش على كده يا حسين. جينا ليه عصبيه؟ لاني مش قادره اتحمل النار اللي انا فيها. هو في حلاوه من غير نار؟ بس انا ناري ما فيهاش اي حلاوه بالمره. وحبنا ملوش حلاوه؟ حلاوتك وانت بتاكل بعقلي حلاوه. اخص عليكي. ليه بتقولي كده؟ انت ما انتش عارفه قد ايه انا بحبك. كذاب كذاب. انت فاكرني عبيطة؟ لا مجنونة. فعلا مجنونة. هي دي الحقيقة الوحيدة في حياتي. بكرة تعرفي انا هعملك ايه وهثبتلك حب ازاي. حب يا شاطر؟ بقى انت بتحبني؟ امال بحب مين؟ انت بتحب الفلوس، بتحب نفسك وبس. انت اناني. انا مش هتكلم معاك وانت بالحالة دي ابدا. انت لو بتحبني ما تسيبنيش انا في حب كل راجل شوي. انت جبان. فاهم يعني ايه جبان؟ ليك حق تضربني. ساعة البيه موجود؟ ايوه اتفضل استريح. حديله خبر. استريح انت، انا اللي حديله. اهلا يا شرشب. اهلا يا حبيبي. اديني الفلوس يا حسين. الله. فلوس ايه؟ ارفع ايديك فوق. الفلوس اللي اشترينا بيها الطوب الاحمر يا عبقري. طوب ايه وفلوس ايه؟ انت جرى عقلك حاجه؟ ما تستهبلش. انا مش هخرج من هنا الا وفلوسي معايا. انا هضطر اسلمك للبوليس. بوليس؟
تعال افتح الخزنه دي. بلاش. هفتح. شيل ايدك. الو بوليس النجدة. ما كانش في بينك وبينه أي معاملة؟ كنا أصحاب، يزورني وأزوره، نسهر سوا فقط لا غير. ما كانش بينكم خلاف أو صراع على أي حاجة؟ بالمرة، ده أنا فوجئت ليه داخل علي المكتب وبيرفعني بالمسدس ويقول لي افتح الخزنة من غير أي سبب خالص؟ بسبب السرقة طبعا. هيكون إيه يا فندم غير كده؟ ده سطو مسلح مع سبق الإصرار والترصد. على كل حال احنا هنفرج عنك بضمان لحين سماع اقوال المجني عليه. ولما سلفته 25,000 جنيه زي ما بتقول، ما خدتش منه اي اثبات؟ لا 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 لا، بلاش تحرك راسك. هو في حد يا راجل يسلف مبلغ زي ده من غير ما ياخد وصل ولا حتة ورقة يثبت فيها حقه؟ انا شايف حالته، ما تسمحش باكتر من كده دلوقتي. معلش يا فندم، دول شوية عيال. اتفضل. انت اللي لازم تتفضل معايا تاخد لك كاس. عمرك اتفضل. بصحتكم. بصحة الشهامة والمجدعة. استاذن انا بقى يا عطوة بيه عشان تاخدوا راحتكم انت والمدام. مدام مين وبتاع مين؟ فداك الف مدام يا راجل، انا عاوز اسهر معاك. انت عجبتني. والله نفس الشعور يا اخ عطوة. يا سلام، طول عمر اقول لسه الدنيا فيها جدعان. مش اجدع منك. بصحتك. صحتك. بصحتك. الله يكون ربنا وفقك.
كله تمام يا ابو علوة، اتفقت على كل حاجة والحمد لله. الحمد لله. امال فين شريف؟ ما احنا هنروح دلوقتي. وما جاش معاك ليه يا سيدي؟ ما احنا رايحين له. علي، في حاجة حصلت؟ شريف جرى له حاجة؟ يا راجل لا قدر الله، كلامي اللي بتقوله ده. امال وشك متغير كده ليه يا اخي من فرحتي بيه؟ تعال تعال تعال. ممنوع زيارة يا فندم. معنا جلال. شريف، سلامتك يا شريف. أخويا، سامحني يا أخويا. ريح نفسك يا شريف. أنا مش عارف أقول لك إيه. أنا عرفت كل حاجة. ليه العياط يا شريف؟ يا ريتني كنت مت قبل ما اكون السبب في ضياع شقة عمرك يا اخويا. ما تقولش كده يا شريف، فداك الدنيا بحالها وتقوم لي بالسلامه. المجرم ضيع حياتنا ومستقبلنا احنا الاثنين. ما تخافش، انا هقوم لك اكبر محامي في البلد، اطمن. بعد ما ربنا وخلتني بني ادم يكون ده جزائك مني. انت ترتاح ومالكش دعوه بحاجه ابدا. انا عايزك تخف يا شريف، عايزك تخف. انت اخويا وابني وحبيبي وكل اللي ليا في الدنيا. عاوز اشوف حسين عزام ده. هو ده؟ متأكد يا مستر؟ طبعا، وهي دي العربية اللي جالنا بيها الورشة. انت فتوح. فتوح؟ شفته فتوح؟ شفته. ده بقى عودتك، ترقد له لغايه ما ينزل وتفضل وراه. عايز خد سيره بالميل. اتكل على الله انت. انا هصبحه ومسيه لغايه ما اجيب لك قراره. ايش يا فتوح؟ عقول مزرعتي في افريقيا يا عطوبي؟ اقل راس فيهم توزن 500-600 كيلو. ما شاء الله. اي والله. اتفضل. اهم حاجه ان الواحد يستثمر امواله بالاسلوب العيني. طب وربنا انت تتقل بده؟ انا بقى اللي هخلي بيوبك مليانه ذهب. ده شقه عمري يا علي، يروح بيستاهل كده؟ يا جلال انت مالك حلال، مش ممكن يروح ابدا. ما هو راح اهو، اللي بنيته في كل سنين العذاب من اول ما كنت صبي خراط عنده 10 سنين لغايه دلوقتي راح في سنه. ما احنا نخلي شريف يحكي الحكايه بحذافيرها للنيابه. يقول لهم ايه؟ يقول لهم كنت عاوز اتاجر في المهربات، واحد نصب عليا. دي نصبه محبوكه يا علي، نصبه محبوكه. عن إذنك لحظة. اتفضل. أنا جبت لك تصريح لزيارة الواد شريف في المستشفى. تاخدي بوكيه ورد وتروح تطل عليه، تعرفي لنا منه قال إيه للنيابة ومرتب لنا إيه في دماغه. قبل أي حاجة أنا عايزة نصيبي في عملية عطوة وفي كل العمليات اللي فاتت. في حاجة أنت عاوزتيها وما جاتلكيش؟ لكن أنا عايزة حقي في الشغل. معنى كده إنك بتفكري تسيبيني. ده بعدك. لان يوم ما هيحصل انا هقتلك. انا مش قادر افهم انت عايز مني ايه بالظبط. بحبك يا جينا، بحبك. ما
بطل بقى الاسطوانه البايخه دي، انا خلاص ما بقتش طايقه اسمعها. احلف لك بايه ان فؤاد حسني ده هيكون اخر عمليه لينا. ده تاجر ماني فاتوره من المليانين قوي، نقصه ونسافر على بره عدل، نتمتع بفلوسنا ونتفرغ لحبنا اللي هيفضل طول العمر. جلال مش تقوم تروح عشان تنام لك شويه؟ ده احنا بقينا نص الليل. هي كده تمام، قوم بينا. لقيتها. لقيت ايه؟ اسمع له. ايوه. عاوزك تشوف لي جوز كلبشات. جوز ايه؟ كلبشات. هتعمل بيهم ايه؟ هجيب بيهم فلوسي. انا شاكر قوي على السهره السعيده دي يا فؤاد بيه، وان كانت ابتدت بغم. والله انا اسعد يا حسين بيه، وهستناك تزورني في المحل. ده ان شاء الله ضروري. طب استاذن انا بقى عشان تاخد راحتك انت والمدام. شكرا يا حسين. العفو. مع السلامه. سلام علي، سلام علي لما جبلني، وسلم علي ولدي يا ولدي. سلام. السلام عليكم. بص قدامك وسوق على طول لحسن افرغ ده في دماغك. بص قدامك وسوق على طول. وهفضل سايق كده لحد الصبح؟ مش تقول لي هيسرقوا على فين؟ اي حته تكون امان عشان تفك الايديا. انت لفيت رايح على فين؟ على 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 بيتنا. انت بتهزر؟ لا 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 ابدا، ده انا بتكلم جد. انت مش بتقول حته امان اقدر افكك فيها؟ ايوه. يبقى مفيش غير بيتنا. بس خد بالك اي حركه نداله هتكلفك حياتك. انت ما تعرفش انا مين؟ لا عارف. عارف ايه؟ عارف انك واحد البوليس بيطرده. ايوه بس مش واحد عادي، انا مجرم وممكن اعمل فيك اي حاجه. لا مش باين عليك. يعني ايه؟ يعني باين عليك طيب وابن حلال وقلبك ابيض زي اللبن الحليب. انت هتشتغل لي في نزرة؟ يا جدع عيب، ده احنا ولاد كار، والراجل مننا ملوش غير اخوه في الزنقه. طب على الله تكون بتقرع عليا. انما قول لي يا دورم، ازاي البوليس اصطادك مع انك حابب خطتك تمام؟ شوف يا سيدي، اولا تشرب ايه؟ ويسكي ولا كونياك؟ الموجود. الاثنين موجودين، يبقى ويسكي. طب اتفضل. ها احكي لي. فانا بعد ما نظفت خزنه الجواهرجي كتيت بالشيله لوحدي على وكر امان، وكان معادي انا وبقيه الرجاله نتقابل هناك عشان كنا لازم نتفرق بعد ما خرجنا من دكان الجواهرجي. طبعا طبعا مفهوم. انا وصلت من هنا يا مبارك والبوليس كبس عليا من هنا. ازاي؟ واحد خرع كم من صبياني وطرد قطرنا وراح ببلغ علينا. خيانه يعني. قتلته وشرفك. هو واقف وسط المخبرين. ياه حاكم، انا ببقى عصبي قوي لما اكون زعلان. ربنا ما يوريك. طب وبعدين؟ وبعدين كتبت منهم وهم مرحليني من القسم للنيابه. طب ولا المجوهرات؟ في امان مع واحد من رجاله المخلصين. على كل حال يا دورهم احنا اخوات، وانا مستعد اقدم لك اي خدمه تعوزها. كل اللي انا عاوزه مكان هادي اكني فيه لغايه ما الجو يروق واعرف اقب. بس انت متأكد من اخلاص الراجل اللي معاه المجوهرات؟ الا متأكد، ده الدباع تربية ايديا. قوم يا راجل هات لنا حتتين تلج، خلينا نشرب كاس وننام. قوم. طيب.
لك ايه شغلتني. حلو وشرب الحبوب ونام. هايل. وبعدين ما خليتش حتة في البيت ما دورتش فيها ابدا. ما فيش اي اصل فلوس. اصبر يا جلال، الخطة ماشية عال ومسيرنا هنلاقيه. اسمع، اول ما يخرج من عندك اتصل بيا وانا اجيلك وندور سوا. طيب، وهو كذلك، انا منتظر مكالمتك. مع السلامة، ربنا معاك يا جلال، ما تقلقش. في ايه يا علي؟ مفيش، نام انت. امال خطة ايه وحبوب ايه؟ كأنك ما سمعتيش حاجة. ازاي بس؟ انا لازم اعرف ايه الحكاية. ماله جلال؟ اطلع البس هدومك بسرعة عشان هنخرج. نخرج؟ نخرج ازاي يا راجل؟ انت عاوز البوليس يعترف فيا؟ يا اخي ما تخافش، انا حواديك حتة امان. يا سيدي هنا عال قوي. ولا انت خايف تسيبني لوحدي في بيتك؟ ضارب. انا قلت لك ان احنا بقينا اخوات من ليلة امبارح. بلاش الكلام ده والبس هدومك على ما اطلع العربية من الجراج. يا راجل. امرك. خير يا غزال الفلا. عطوة بيه؟ ده ايه الخطوة العزيزة دي؟ لا عزيزة ولا خديجة. الله انا جاي اخد فلوسي ومش عاوز تيران من افريقيا. تيران ايه وجاموس ايه يا عطوة بيه؟ سلامة عالك، انا في بيني وبينك تيران؟ نعم، استحمار لي بقى. لا 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 لا، احفظ ادبك يا عطوة بيه. احفظ ادبي. طب خد. يا عطوة بيه، المسألة ما تستدعيش ده كله ابدا. ايوه هلا في الموت. روح يا ابني، الله يكرمك. يا عطوة بيه، اهو ده بقى ظلم الانسان لاخيه الانسان. بقول لك اديني فلوسي مش عاوز تيران. تيران ايه يا راجل يا بقر؟ غور من هنا قبل ما يسيح دهنك. ليه بس كده ليه؟ ليه؟ يلا انفد بجلدك، امع تجارة تاني. تعالى، رايح فين؟ سيبني اكرمهم. يا راجل تكرم مين؟ الله يكرمك. انت يا راجل بتبيع تيران وبيع الشمس في ازايز كمان، يلزمكش ازازه؟ يا خطير، انت اللي مفيش منك. يا راجل انت لسه شفت حاجه. تعالى تعالى يا اخويا. يلا يا راجل. صباح الخير يا ست الكل. اتفضل يا دورم بيه. أقدم لك الدقرم، أخويا وحبيبي، تاجر مجوهرات كبير. أهلا. جينا، خطيبتي. لا والله، وعرفت تنقي. الدقرم حينزل عليك ضيف يا جينا لغاية ما نلاقي له شقة مناسبة. أرجوك يا مدمازيل، إذا كان في أي تعب أو مضايقة. مضايقة إيه يا راجل؟ وفي بالإخوات مضايقة؟ جينا من دلوقتي أختك. مش كده ولا إيه يا جينا؟ طبعا. تعال بقى مفرجك على الاوضه اللي هتأنس فيها. من هنا. ايه رايك بقى؟ دي حاجه عال قوي، وهنا البيت يا عم اخر امان. بس انا شايف المدموزيل محرجه من وجودي. لا 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 لا، هي مكسوفه شويه، اصلها من النوع المحافظ. طبعا مش تربيت ايديك. طب اسيبك انا بقى على راحتك، ما يلزمش خدمه ثانيه؟ مفيش غير قلت لك عليه في العربيه. الدباح. تمام، عشان عايز اطمن على المجوهرات. هيكون عندك بالليل. عرفت اوصافه؟ تمام. هتلاقي قاعد في خماره بعره اللي بولاق بعد المغرب على طول. ماشي كلامك. ربنا يقدرني على رد جمايلك.
برضه ما اتكلمش ولا حد بيرد في النمره اللي هو فيها. يبقى راح فين؟ انا قلقان عليه قوي يا سعاد. الو. ايوه يا جلال، اخبارك ايه؟ طب ومال دور عندك برضه، يمكن يكون المخبأ بتاعه في الشقه دي. طب انا هكون جاهز في الخماره ومستني. مع السلامه. ها لسه ما لقاش حاجه. برضه مفيش فايده منك ابدا، حبك للفلوس عمى قلبك. يا حبيبتي افهميني، ده رزق وجالنا لغايه عندنا نسيبه. رزق طبعا، حرامي وعاكش عكش المجوهرات وقاتل قتيل والبوليس بيدور عليه، نخبط منه العكش السمينة ونبلغ عنه ويروح في 60 داهية ونخلص منه. اتفضل. طيب في لقمة ألذ من كده؟ وافرض قدر يهرب من البوليس تاني ويرجع لنا؟ ساعتها مش هيلاقينا، ده لأننا هنكون في أوروبا بنقضي شهر العسل. قديمة. طب صدقيني المرة دي وشوفي. وهتخبط منه المجوهرات ازاي؟ دي لعبتك انت بقى. انا؟ تطمنيه وتدحلي بيه لغاية ما يحفي حبك ويجيب المجوهرات لغاية عندك في البيت. لا انا خايفة وقلبي مش مطمن. ما تبقيش متشائمة امال. احضر لك تتغدى؟ الحقيقه لقيت نفسي جعان، قمت كلت من التلاجه. بالهنا والشفا. الله يهنيك. طب عاوز تشرب قهوه؟ والله ما فيش مانع اذا ما كانش فيها مضايقه. اخفى عليك. ايوه انت فاكرني بخيله؟ ازاي بقى، ده انت ام الكرم كله. طب تعالى نعمل القهوه سوا في المطبخ. طب اجيب السجاير. السجاير. تعرف ولع البوتاجاز؟ اولع ابوه. يلا وريني شطارتك. تحب سكر ايه؟ مظبوط. انت كلك مظبوط. الله يحفظك. احط ايه؟ السكر. قلب السكر على بال ما اجيب البن. من عيني. تعرف ان اسمك عجيب قوي مع ان شكلك لطيف خالص. الله يكبر بخاطرك. تقدري تبقي سعيد اذا كانت دورهم دي مش عجباكي. انت اسمك سعيد؟ امي سمتني كده. مع اني منحوس على الاخر. تعرف ان دمك خفيف كمان؟ ده ايه الرضا ده؟ شكلي لطيف ودم خفيف، ربنا ما يحرمني من ذوقك. طب لا من البن. نلقى. اعوذ بالله من الشيطان. ايه؟ ما بلاش كده يا مدموزيل. ليه بس؟ الراجل مستأمني على عرضه. انا اول ما شفتك وانا معجبه بيك. اعملي معروف يا مدموزيل، انا ما اتعودتش اخون اصحابي ابدا. انا ما فيش بيني وبين حسين اي حاجه، احنا مجرد اصدقاء. هو لو برضه يبقى لازم شكلي وحش ومش عاجباك. ارجوكي ما تتعبيش نفسك. اذا كان على حسين ما تخافش. انا مش خايف من حسين، انا خايف من ربنا.
القهوة. القهوة جاهزة. هاتها هنا. وبعدين بقى ما هنا أحسن. أنا متأسف. على إيه؟ ساعات ببقى سخيف شوية، أعذريني. بالعكس، أنت باين عليك إنسان. هو ده اللي تعبني في حياتي. طب ما تيجي تقعد. أنت خايف مني؟ لا لا أبدا. مش يمكن كنت تعبت أكتر لو إنك مجرد من الإنسانية. هو إيه اللي كان هيتعبني؟ اللف في الطاحونة من غير هدف ولا معنى للحياة. ياه، يظهر إنك متضايقة قوي. أنا؟ أبدا. وإيه اللي هيضايقني؟ تبقي فيلسوف؟ اشمعنى؟ كلامك بيقول كده، يا متضايقة جدا يا فيلسوفة جدا. بالعكس، أنا إنسانة بسيطة جدا. وهو ده اللي خلانا نحب بعض. الله يقطعني، قصدي نتفاهم مع بعض بسرعة. فعلا. أنا حاسة إني أعرفك من مدة، لدرجة بيتهيألي إني شفتك قبل كده. لا ما أظنش. ليه؟ عشان بقالي كتير غايب عن مصر. يمكن بقى تقابلنا قبل ما نتولد. مش بقولك فيلسوفة، قومي اشربي قهوتك. ما خلص. أعملك واحد تاني. بصيلي كده ليه؟ بيتهيأ لي يا سعيد ان في حياتك سر كبير محدش يعرفه. سر؟ سر ايه؟ مش عارف، لكن قلبي بيقول لي كده. وقلبك بيقول لك كمان؟ بيقول لي حسبي ما الجدع ده. تمام، زي قلبي ما بيقول لي. وحياة ربنا. تليفون. مش تردي. يعني يكون يمكن حاجة مهمة. أنا مفيش في حياتي حاجة مهمة أبدا. ديكا عندك يا حنان؟ خليه يدخل. حاضر يا فندم. يا فندم الليله دي الساعة 8 توصل لخمار البعرة، تجيب الجدع اللي اديتك اوصافه وتحصلني بيه على بتجينا. حاضر. تردي بقى. الو؟ ما بترديش ليه؟ مشغوله يا درجه دي؟ اسمعي، انا عايزك تقلبي كيانه، لازم تسويه على اخر يا حلوه. طب ادهولي بقى. كلم. الو، ازيك يا روح قلبي؟ يا راجل عيب، ده احنا اخوات. جاي لك بالليل طبعا. انسى؟ انسى ازاي؟ من عينيا الاثنين. مع السلامه. الله يسلمك. ابن حلال قوي سحس ده. مالك يا جيب؟
ايه اللي مضايقك؟ افتحي لي قلبك واعتبريني اخ. انت الدباح؟ ايوه خدمة. يعني انت الدباح؟ على حسب طلباتك ايه. دوبهم تمام. يبقى انا الدباح. هو فين؟ قوم معايا. هو هيكون البوليس رأى ما كنت جاي. عيب، ده احنا ولكار. تعجبني. كش مالك. حلال عليك، مش قلت لك مش قدي؟ طب نلعب دور تاني. شريف، انا اسف يا جينا، مضطر استخبى عنك. انا هربت من المستشفى، البوليس ده بانوا بيدور عليا. ليه تعمل كده يا شريف؟ أنا لازم أتقم من حسين الكلب. أرجوك يا جينا ساعديني. مش عيب برضه تطلب مساعدة من واحدة ست؟ فهمت أنا دلوقتي اللعبة يا نصابين يا حرامية؟ أنا لازم أقتلكم. لكت من نفسك ما تنطع. طب انا هخليك ما تنطعش خالص. اخويا حبيبي، جرى لك حاجه؟ طب يلا هرب بسرعه، يلا امشي يا كلب. لازم احصله واسلمه للبوليس. يا سحس افهمني، انا عاوز مصلحتك. انا قادر بمصلحه نفسي. انا بلاش تهور يا راجل. ايه بس اللي خليك تسيبه يمشي؟ لانك لو سلمته للبوليس هيعرفوا انه بينك وبينه حاجه فعلا، وهرب علشان يتقم منك. لكن دلوقتي هروبه هيثبت التهم عليه. مظبوط يا حسين، مش لازم البوليس يعرف انه حاول يتعرض لك، وهروبه لوحده هيوديه في داهيه. الدقرم بيتكلم صح. اسم الله عليك دقرماية. تعالى بقى، تعالى، اهدى بالله، اهدى بالله يا راجل. اتفضل يا دباح. دباح معلمي، وحشني يا ولد. قلبي كان واكلني عليك يا معلمي، ما كنتش بشوف النوم بعناية. ما تخافش على الدقرم. انت هربت من البوليس ازاي؟ قصة طويلة وحكاية. طب قول لي، احكي لي. بعدين دي عاوزة قعدة. طب وايه اللي جابك هنا؟ انت فين دلوقتي؟ اهو ده الكلام. تعال سلم على سحس اخويا وحبيبي اللي حماني واواني ببيته. يا راجل عيب ما تقولش الكلام ده، ده احنا اخوات. تشكر يا مجدع. على ايه؟ ده واجب علينا. اتفضل. Thank you.
صحة الشهامة والمجدعة. اتفضلي. بقول ايه؟ ما تاخد الراجل بتاعك وتخش اوضتك عشان تاخدوا راحتكوا في الكلام. ابن كرو تفهم في الاصول يا سحس. بينا دباح ندردش حبتين. وجب يا معلم. شفت عاد المصيبه؟ الواد شريف اخويا هرب المستشفى وجا هنا وكان هيبوظ لي الدنيا. شفته هو؟ شفته هو نازل قلبي وقع في رجليا ساعتها، لكن عملت نفسي معرفوش. لازم يا علي تدور عليه وترجعه المستشفى لغايه ما نعرف نخلصه من المصيبه اللي حطينا فيها دي. وهو كذلك. لكن المهم دلوقتي هنعمل ايه؟ هنتفق على الميعاد قدامهم، وطبعا هيراقبونا لما نتقابل. بس انت خد بالك، عايز كل حاجه زي ما اتفقنا. اطمن، انا وضبت كل حاجه. انا عايزك تفتح عينيك كويس، وانت عارف انا هكون فين. مع السلامه. مالك يا جينا؟ انا عارفه ان مسيرك هتوديني في داهيه معاك. داهيه ايه لا قدر الله، واحنا بنسرق؟ لا العفو، بس خد بالك الدقرم ده مجرم، مش واحد عادي زي المغفلين اياهم اللي بياكلوا مقالبنا واستعوذوا ربنا وخلاص. بلاش اوهام امال، فرفشي يلا فرفشي، واول ما اخرجوا يا حلوه تدخلي انت تاخدي التسجيل وتلبسي. اهو وصلوا. اهلا اهلا اهلا. لا مؤاخذه يا سحر. يا راجل خد راحتك. اتفضل. شفت عاد المصيبه؟ الواد شريف اخويا هرب المستشفى وجا هنا وكان هيبوظ الدنيا. شفته هو؟ شفته هو نازل قلبي وقع في رجليا ساعتها. ماشي، وميعادنا بعد نص الليل. استناني على نصه الشارع تحت. واجب يا معلم. سلام عليكم. ونخدمكم بالافراح ان شاء الله. طب استنى هصلح لغايه. لا لا لا، اوصل انا. ايوه بس اوعى حد يلمحك. عيب، ده انا دقرم. برافو عليكي. ايه ده؟ مفيش حاجه. فين الكلام؟ يظهر ان نسيت ادوس على زرار التسجيل. وده اسمه كلام برضو يا جين؟ معلش متاسف. ولا يهمك، يعني هيروح من ايدينا فين؟ اتاخرنا. انا تعبان يا حسين الليله، مش قادر انزل. لا 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 يا حلوه، لا فؤاد بيه لازم تقابليه وتسهري معاه، ده فاضل عليه دقه. حاضر. شريف ولا لا؟ رجع المستشفى تاني وكلمني من هناك. قلت له وفهمته كل حاجه. والبوليس؟ ما حدش حس بغيابه لانه هرب من الشباك ورجع بنفس الطريقه. الحمد لله. شايف التاكسي اللي ورانا ده؟ ماله؟ ديك هو اللي سايبه. طب اطلع. Thank you.
مفتوح وبستم عارفين هيعملوا ايه؟ تمام، واطين كتير نفتح مخرج من البيت. طب يلا بينا. يلا. يلا يا بيست. هينقلوا الشيلة على مكان تاني. لا انا شايفه بعيني وهم بيرجعوها مكانها تاني. بسرعة شوية يا استاذ فتوح. طول بالك، دي فلاهم سوجر بطريقة معربة. بسرعة شوية يا علي، لانه مش هيروح ياخد المجوهرات الا اذا تأكد اننا رجعت البيت. يلا قبل ما يخرجوا يقفشونا. يا طول بالك. الحمد لله، اطمنت على كل حاجة. لا محفوظة في مكان أمان أوي، ولا الجن الأزرق هيعرف يوصل لها. كده؟ الحمد لله. طيب يا سيدي، أتمنى لك أحلام سعيدة. مع السلامة. يا بستم هكلمك وافوت عليك على طول. عارف يا علي، لو الواد بستم اتقفش تبقى مصيبه. خلي اعصابك حديد، ربك يستر. مع السلامه. Thank you.
ايوه علي. ها وعرف المكان؟ طب فوت عليها بسرعه. ها مفيش وقت، عاوزين نخلص كل حاجه الليله. مع السلامه. تعبانة شوية. أحب نقول؟ يا ريت. برافو عليك يا بستم. أوعى أكون حاسس بيك. مش عيب يا أستاذ جلال، ده أنا بستم. اطلع له. مفيش حاجة يا علي. مش بستم قال خلينا نمرة خمسة؟ ادي خلينا نمرة خمسة، مفيش حاجة. دور في غيرها يا اخي، يمكن الواد غلط. ولا هنا. ولا هنا. يا حلوة أهلا. إيه يا قطة مالك؟ في إيه؟ مفيش، أصلي تعبانة شوي. سلامتك يا حبي. هو الدقر منام ولا إيه؟ أنا جيت من برا لقيته قافل أوضته عليه. الليلة هتكون آخر ليلة يباتها هنا. ليه؟ مالك؟ اتخضيتي كده ليه؟ عشان لسه ما وصلناش للي احنا عايزينه. انا وصلت للي انا عايزه خلاص. ازاي؟ زي الناس طبعا، كله بقى في التمام. بكرة فهمه ان اخوك جاي من السفر ولازم يشوف له حتة تانية غير هنا. أنا هسيبك ترتاحي بقى يا حلوة، عشان باين عليكي تعبانة أوي. فعلاً.
دلوقتي يا علي؟ التدابير على الله. انت لازم تكمل التمثيلية لغاية ما الاقي خطة جديدة. مفيش قدامي غير جينا دلوقتي. أرجوك اسمعيني. ما تخافش حضرة الممثل العظيم. يا جينا افهميني، أنا صحيح اضطريت أمثل علشان أرجع شقة عمري اللي ثروة حسين، لكن حبيتك. صدقيني يا جينا، حبيتك بعد ما حسيت بقلبك النظيف. بس بلاش خداع، كلكم زي بعض كدابين وغشاشين، ما يهمكوش غير مصالحكم وبس. أنا بكرهكم بكرهكم. أرجوك ما تظلمنيش وحاولي تقدري موقفي. كفاية بقى كفاية، مش عايز اسمع صوت اكتر من كده. معلش انا عذرك، لكن كل اللي اقدر اقوله لك انك الانسانة الوحيدة اللي قدرت تدخل قلبي وتحسسه بطعم الحب. تصدقي او ما تصدقيش، ده شيء ما علموش غير ربنا. اطمن، كل اللي انت عايزه هيوصلك من غير لف ودوران ولا تمثيل. يا جينا ارجوك تصدقيني مرة، انا حبي ليك مجرد من اي منفعة، وعارف ان حوصل لحقي لاني متأكد ان فلوسي حلال، وحتى لو ما وصلتلوش فربنا هيعوض عليا. لكن اقسم لك بشرفي ان حبي ليك حقيقي. أنا نفسي مش عارف إزاي ده حصل. أنا خلاص ما بقتش عارفة الحقيقة من الخداع، لكن الشيء الوحيد المتأكدة منه أن كلكم زي بعض. أنا نيال. جينا صدقيني، أنا بحبك. وحياة ربنا بحبك. أنا مش عارف أقولك إيه يا دورم يا أخويا. الحقيقة أنا مكسوف منك قوي، وجينا كمان. لا أبدا يا سحس أخويا، أنت تشكر لحد كده؟ أنا هشوف شقة مفروشة وأقفل علي وفي أقرب وقت، ويمكن الليلة. لا 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 يا بابا لا، خد راحتك، ليلة اتنين بس وحياة أبوك مش أكتر من كده. لحسن جايز أخويا يطب بعد كده. حاضر. حسين عزام ده نصاب ذكي، بيعرف يحط ضحيته في خانة الياك قانونا، بس ده ما يمنحش ان احنا هنقدر نقفشه متلبس في اي عملية من عملياته. ربنا يسهل، بس المهم خلي عطوة ما يحاولش يروح له تاني ابدا. التحريات اثبتت ان ضحيته الجديدة واحد اسمه فؤاد حسني، تاجر مني فاتورة. كويس قوي، خلينا احنا ورا الخط ده. لسه شوف المئة الف دول يبقى شكلهم ايه. شكلهم حلو قوي يا روح قلبي. تفرجني عليهم من عينيا الاثنين. تعالي
اوعى يا جلال تكون البت دي مدبرانا مقلب جديد هي وحسين. جينا؟ مش ممكن. مش ممكن ليه يا اخوي؟ ما هي أصدق بنت أصدق زيه. لا يا علي. لا ليه؟ قلبي بيقول لي كده. لا يا حلو اصحى وخد بالك من كده النساء. الحب بينظف قلوب كتيرة يا علي. والبت دي بتحبني. ما هو ده المقلب الجديد اللي هتشربه يا اخويا. ما ظنش. سمكة يجهزوا نفسهم بأدوات نفتح بها خزنة حديد وتفوتوا علي حالة. أيوة حالة. الله يبارك فيك. البركة في جينا. مع السلامة دلوقتي. مش عارف أعمل فيك إيه. رجع فلوسك وبعدين أقول. انت متأكدة لو رحنا البيت دلوقتي مش هنلاقيه؟ انا بيني وبينه معاد في مكتبه، هيفضل مستنيني لغاية ما اروح. وعمرك ما هتروحي له ابدا، خليه مستني كده زي الكلب. صحيح يا جلال. صحيح يا روح جلال، وحب جلال الوحيد. فالسو. فالسو؟ طيب يا ولاد الفالسو.
متجمعين عندي وانا معرفش ولا ايه؟ كنت فاكرين اهبل يا مدام جوليت؟ ولا كنت فاكرني بريالة سيروميو؟ كتفوهم. Steve.